مين صاحب الفكره يا باشمهندس؟ اللي طلع بالفكره جمانه. جمانه ليه؟ وايه يعني ايه نوع الحديث اللي يخليك في الاخر تقول لها طب انت مسكي الميزانيه؟ لا هي قالت انا عايزه امسك الميزانيه. ليه ما كانش عاجبها ادائك ولا ايه؟ هي كانت يعني كتير بتطلب حاجات واحنا بنقول لا، فهي اتضايقت فاقترحت طيب يعني سيبوني انا اللي امسك المصروف. فقلنا طب والله فكره. حاجات زي ايه بقى؟ حاجات كتير بقى اللي بيطلبوها في سنها، كيرلر، ميك اب، سان جلاسز، على طول طلبات طلبات السن ده بقى. فكنا نقول لها لا هنسيب حاجات عشان ناخد حاجات. استهلاكيين قوي السن ده. التينز بالذات استهلاكي فظيع ده حقيقي. فمحدش ابدا بيقدر يجيب كل اللي هو عاوزه، فلازم نسيب حاجه علشان ناخد حاجه. فجت الفكره من هنا ان احنا كل حاجه بتقولوا لي لا، طيب سيبوني انا امسك المصروف بتاع البيت. باشمهندس شريف انا مدركه طبعا ان الحمد لله ربنا يزيدكم انتم من اسره ميسوره، يعني هي المساله مساله المبدا مش مساله الاحتياج. وده شيء عظيم. مساله الاختيار يعني. المبدا انه ان احنا نعلم ولادنا حاجه صح في الدنيا، سواء بقى معاهم او معاهمش لازم يبقى عندهم اولويات. الاسبوع اللي عملته جمانه مسكت الميزانيه فيه كانت ايه سلبياته وايه ايجابياته؟ سلبياته كانت هايله. لا هي طبعا كانت كويسه جدا، بس هي احنا قلنا اسبوع واحد لان هم مش هيقدروا يحسبوا الفتره طويله، فيعني كان اسبوع دي اقصى حاجه ممكنه في الفتره الاولانيه. من وجهه نظري هي ما كانتش عارفه تخطط اسبوع، فكانت بتخطط يعني. هي اشترت اكتر من مره، ما اشترتش مره واحده كل حاجه. فانا اتمنى بعد شويه تكون تقدر تخطط اسبوع او اسبوعين. ده كان لسه شويه. وانتوا انتوا رقم الميزانيه بجد بحق ربنا اللي انتوا عامه بالافرج اللي انتوا بتصرفوه؟ نقولها اديناها الافرج اللي بنصرفه في بند الاكل والشرب، يعني ما حملناهاش مثلا الميه، الكهرباء، البنزين، الحاجات كلها. هي مسؤوله عن طلباتهم هم، هي واخوها. فهي يعني اجتهدت قوي انها تقلل في الاصناف، الحاجات اللي بنجيب اصناف كتير بقت تجيب واحد بس.